الكورس بتاعنا اسمه ان شاء الله هناخد في السمستر ده يعني اسمه تشينج استراتيجي اند برودكت اجر. طيب شابتر 1 هو بيتكلم على نيتشر اوف تشينج وده اللي شابتر 1 هنتكلم عنه في المحاضره دي والمحاضره الجايه. طب الصوت كده كويس؟ الصوت كده كويس؟ كده تمام يا دكتور. شكرا. الكورس توتالي هو هيفيدنا ازاي نفكر في فكره البروجكت وكمان هيخلينا نبص الحاجات بطرق مختلفه شويه. يعني ايه تغير؟ يعني نتاقلم مع اي حاجه متغيره ممكن تحصل. ده كمان ان شاء الله هينفعنا اما نخرج ونشتغل في شركات وكده. في ناس اول ما يحصل اي تغيير من اي نوع بحيث ان هم ارتبكوا مش عارفين يعملوا ايه واحنا مش هنعرف نكمل. لا، ان انت تكون عندك فلكسبيليتي في اي تغير ممكن بيحصل. حتى لو انت حبيت تبني فكره بروجكت عندك، في حاجات في اي حاجه في الدنيا بتبقى اسمها انسيرتن، حاجات مش متوقعه. الحاجات الانسيرتن ده اللي ممكن بتسبب لي التغير. فازاي انت تكون عندك القدره ان انت تكون بتتلائم تتاقلم مع اي تغير ممكن بيحصل، سواء في دراسه، سواء في بروجكت بعد كده في حياتك، سواء في شغل. خلاص؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول كده هنبدا نتكلم على هنبص كده على اول ستيتمنت ونشوف معناه ايه. عايزين بس يبقى عشان يبقى لنا كورس نظري شويه في الاول، فبس ايه نشتغل كده مع بعض. بيقول لي اول حاجه ديت عن تكساس. طبعا الحاجات دي حاجات سيرتن في حياتنا اللي هو الموت والضرايب والحاجات دي كلها. بس تو ذيس ماست بي ادد تشينج. خلاص، بس في حاجات سيرتن في حياتنا وفي حاجات لازم تتغير. طيب ستيتمنت 2 مقصود بيها ايه؟ هنقراها كده مع بعض. انا مش عايزه احس ان انا عماله اشرح بس وانتم واعيين. يعني نقرا كده، اديكم فرصه تقروا الستيتمنت وبعدين اشرح. نمبر 2 اسباب كتير جدا، ومن الاخر هو ده الواقع، هو ده اللي بيحصل في الريل لايف. تيجي تقول لي مثلا لا ده مستحيل يتغير، هقول لك انت واحد مش عايش اصلا في الواقع. اي حاجه في الدنيا قابله للتغير ولازم تتاقلم مع اي حاجه بتتغير. دي طبيعه الحياه من الاخر. حتى اعمارنا، حتى شكلنا، كل حاجه بتتغير ولازم نتاقلم مع كده. ستيتمنت نمبر 3 بتقول ايه؟ ان انت تتاقلم، ان انت تتاقلم مع حاجه متغيره دي بالنسبه لك بتبقى تشالنج وبتحسسك بعدم الامان وبتحسسك ان انت مرتبك. شيء طبيعي، ده الطبيعي، بس شطاره ان انت تتاقلم مع ده. فمثلا بيقول لي ايه؟ how to cope with it involve important life and work skills. هي بالنسبه لك بتبقى تشالنج انك تفهم التغير وتتاقلم معاه. الصوت واضح يا جماعه ولا في مشكله؟ الصوت واضح ولا في مشكله؟ اوقات بيقطع دكتور، بيبقى ضعيف واوقات بيبقى حلو. لو بيقطع يبقى دي مشكله نت. لا مش دايما. وانا ماسكه المايك والله واقفه جنب الجهاز، فممكن يكون في حاجه في الانترنت والمايك شغال في ايديا. ان انت يكون عندك طبعا شيء طبيعي، بتحس في حاجه في تغير حصل، بحسك تحسك بارتباك وعدم امان، وحسين داخل على تحدي جديد، تشالنج جديد. بس وانس ان انت تغلبت عليه وعملت له كفرنج، ده بالنسبه لك بيزود السكيلز عندك، بتحس خدت خبره. هنقرا كده اول ستيتمنت اللي هو بقى ايه الحاجه الاكشوال. يبقى خلاص معظم الناس قربت تتخرج، الشركات بره، الشغل بره اللي بيحصل. هنبص كده على اول ستيتمنت. ااا
ايه المقصود بيها؟ علشان اي اورجانيزيشن في الدنيا تستمر لازم يكون عندها القدره انها تتواكب مع الحاجات الانسرت اللي هي المتغيرات اللي ممكن تحصل. وده بيكون بيزد على حاجات معينه هنشوفها بعدين. مثلا ان الشغل بتاعك او الشركه بتاعتك قائمه على مثلا اسعار الدولار، والدولار فجاه ضرب سعره، ضرب، لازم يكون عندك بلان بي ان انت لو حصل كذا هتعمل كذا. ما تجيش تقول لي خلاص انا ما دام مثلا سعر الدولار حصل فيه كده فبالتالي انا هقفل الشركه. يبقى انت يعني خلاص، انت اصلا مش هتعمر في حاجه، هتمسك الشركه مع اي موقف هيجي لك هتقفل وتمشي، مش هينفع. علشان تتاقلم وتستمر لازم تتاقلم مع اي متغيرات او بسميها انسرت اللي ممكن تحصل، او بسميها الحاجات الدايناميك في الانفايرمنت اللي ممكن تحصل. وده الواقع. حتى مثلا زي دخل في امتحان وفي اول امتحان ما جابش درجه، لا انا فاشل مش هينفع، لا شوف المشكله ايه وحاول تحلها بلاش، وهكذا. طيب every employee should be، طبعا بيقول لي هنا بيركز على ان الفرد في الاورجانيزيشن او في الشركه او في اي حاجه ليه دور، فشجعه ان هو يقول رايه. ان ساعات ممكن يكون في مشكله معينه يكون في موظف عنده حلها، دي اولا هي ليها اكتر من عامل، انت بتاخد افكار ناس ثانيه واقتراحات ناس ثانيه، وفي نفس الوقت بتحسس الموظف ان هو ليه راي ممكن يتاخد بيه. خلاص. ودي كمان بترفع البرفورمانس بتاع كل السيستم بتاع او كل ايه الاورجانيزيشن بتاعتي. خلاص، بيحس انه ليه دور، يعني بيتاخد برايه والكلام ده كله. وساعات لعلمكم بيكون الموظفين السؤال ليهم حلول كويسه قوي. موتيفيشن عندي كرياتيفيتي، ان انا اشجع الناس او احسهم ان هم يكونوا عندهم خلاقين، ممكن يفكروا معانا يوجدوا حلول، دي حاجة مهمة جدا. انوفيتيف، ان انا اكون مبتكر، ان اكون افكر في حاجة مختلفة. وساعات احنا بنقولها ما بيكون ساعات كده موظف صغير يجيب لك حاجة اللي هي بره الصندوق، اوت اوف بوكس، حاجة عمرها ما تخطر على بال مثلا الناس الكبيرة اللي هي بسميهم في التوب مانجمنت. ساعات موظف صغير كده يجيب لك فكرة عمرها ما تخطر على بال يكون فيها الحل. بنسميها برضو في اي اورجانيزيشن حاجه اسمها كونسلتنج، ان انا باخد راي الناس المشهور. This course will help you build your insight, knowledge, skills, competence and other attributes. طب ايه المقصود بيها؟ يعني insight؟ عارف insight يعني ان افكر في الحاجه بعمق شويه، عارف اللي هو نظره على لون، يعني كلمة insight دي كلمة كبيرة قوي، يعني بيفكر في الحاجة بعمق شوية. بكتسب منها knowledge. طبعا هنا فايدة الكورس ان هو هيعمل بيلت لينا في الانسايت، النولج، سكيلز، كومبتنس اللي هو ان انا اكون عندي لو روح المنافسة والتشالنج والكلام ده كله، وفي حاجات ثانية. علشان تنجح من الآخر لازم يكون عندك كابابيلتي ان انت تتاقلم مع اي تغير ممكن يحصل. خلاص. هو انتوا كلكم كنتوا كمبيوتر ساينس ولا في اقسام ثانيه؟ ماشي. لو انا مثلا جيت قلت لك ان في لغات، اللغه اللي انت تعرفها ما بقتش مستخدمه، لغه بروجرامنج ما بقتش مستخدمه ولازم تستخدم لك لغات دي عشان تعرف تشتغل، لو انت تربست دماغك قلت هو انا لازم هعرف دي، مش هتشتغل. لازم تتأقلم، لازم تعمل ادابشن اللي بنسميها لسوق العمل. خلاص؟ مثلا ظهرت حاجات اسهل زي مثلا حاجه اسمها البايثون، الجوليا، لازم تتأقلم، مش بقول لك لازم تكون بروفيشنال، بس تكون اوير بالحاجات الموجوده في السوق. خلاص؟ دي حاجه بتكون كويسه بالنسبه لك. الستمنت الثاني هنبص عليها كده ونشوف المقصود بيها ايه. انا مش طالبه نحفظ، نفهم الحاجه. Gracias.
لو يتفهم معاك كده مراقبه عليه لعيب لعيب والله مراقبه شويه. والله ده كلام جميل جدا وفيد جدا على فكره. علمك الكرسي هنا مش ناصر، هو اي يبان لك ان هو كده، لكن هو ملي مطبق. يعني مش عايز اقول لك ان هو مثلا في حاجات اللي هي زي ما هناخدها بعد كده اسمها استراتيجي. شركات كبيره جدا الشركات المحترمه هنا وبره ماشيين بحاجه اسمها استراتيجي. ما فيش حد ماشي بطريق راندم بالبركه، لا ماشيين باستراتيجي معينه. هما الحاجات دي بتطبق في الشركات وشركات ناجحه جدا، فالكلام ده مش نظري خالص. يعني هو يبان لك انا تحس ان هو تعليمات وتحس ان هو نصايح، لكن هو ملي في شركات كتير جدا بتطبقه ونافعين فيه جدا. استيتمنت 2 هنرجع لنقطتنا تقريبا، فهمنا منها ايه؟ اول جزء عندي بيقول لي هل التغير ده بيكون حجمه ثابت؟ في ساعات حاجه تغير جوهري زي ده، في تغير لطيف بس هم كلهم اسمهم تشينج، بس بيختلف من حجمه وتاثيره بالحاجه للثانيه على حسب طبيعته، صح ولا لا؟ فاهم قصدي؟ يعني بيقول لي التغير هو في كلمه تشينج هي اوكي، بس بتختلف من حجمها وتاثيرها والكلام ده كله. طيب ممكن مثلا اخذت دواء معين الدرو السايد افكت اللي هو يعمل شويه صداع، تمام، وممكن في دواء ثاني سايد افكت يعمل دامج في حته معينه كده. هو الاثنين حصل تشينج بس هنا في حجما مختلف، في تغير حصل بس تاثير مختلف. بيقول لي طبعا هنا في عندي جزء ثاني قال لي كلمه بروجرام بقصد بيها ان انا افهم حاجه، ان انا اكون افهم حاجه ان ديتيلز. طب ما اقول لك مثلا حددت لي البروجرام بتاع البروجكت بتاعك هيكون ماشي ازاي، تحس بحاجه منظمه. انا بحاول اكسرها لكم يعني which must address. طيب اما انت بتفكر بحاجه بطريقه منظمه هتقدر تحدد لي نقاط القوه فيها، نقاط الضعف فيها، ايه الفرص، طب لو انا خدتها هتعملي ايه الاد فاليو بعد كده وهكذا. اما انت تفهم الحاجه دي بنفسك فرصه تبص عليها. طبعا ده لو بالنسبه لاورجانيزيشن وشركات بيكون لي ايه على اللونج ران، بيكون لي تدريب ايه طبعا. Analyzing and the managing the change effectively is largely about establishing the aspiration of the organization. بص عليك وشوف فين اللي بيناقي. هل كل الشركات التارجت بتاعها واحد؟ هل اي اورجانيزيشن التارجت بتاعها واحد؟ تختلف من حاجه للثانيه، فانت تعرف مين التارجت بتاع الاورجانيزيشن بتاعك او السيستم اللي انت ماشي فيه، حاجه تعليميه غير حاجه خيريه، غير حاجه ليها علاقه باللي عندك عندها البروفيت يا باشا. اعرف المين تارجت وبيزد عليها هتعرف تعمل اناليسيس لمين، ليه التشينج ده تاثيره على الاورجانيزيشن بتاعتك. يعني من الاخر انت عرضك ربحي، اهم حاجه عندك البروفيت، فبالتالي التغير ده هياثر جامد قوي في البوك، ده هيخسر لي، يبقى هنا هدي له ويت كبير ده اهتم بيه. انا السيستم بتاعي ده حاجه خيريه، مش فارق معايا دولار يعلى يوم فانا مالي، هو هيغير هيفرق معايا بس مش حاجه. فانت تعرف انت المين تارجت بتاعك او الاسبيريشن، الحاجات اللي هي المين، الحاجات اللي هي بنسميها المين بوينت الموجوده عندك. برضه عشان نفهمها اكتر يعني ايه استراتيجي. اي شركه المفروض يكون ليها استراتيجي. مفيش حاجه شركه محترمه ماشيه كده. وشركات عارفينها ومطبقه الاي بي ام لو تسمع عنها مايكروسوفت، شركات محترمه. اول حاجه بتحددها اول ستيب
المدرسه اللي طالعه كده. وعلى فكره احنا حسبناها على كده كويس، هتقول انا كليه نظري. اول حاجه بنعلمها للطلبه حدد الفيجن بتاعه المشروع بتاعك، الرؤيه اللي دايما اقول له خليها سمرايز على قد ما تقدر، كانها بالظبط لما اجي افتح الكتاب مش بلاقي كده زي حاجه جمله كده بتعبر لي عن الكتاب اللي جوه ايه، جمله استثنى بس بتوضح لي رؤيه الكتاب كله. ماشي. ودايما بتكون عميقه شويه، بتحدد التارجت بتاعك على اللونج ران، بنسميها فيجن، ودايما تكون سمرايز جمله. يجي ستيب 2 اقول لك حدد لي الميشن، بتكون بقى الفيجن دي بالتفصيل، كاني بقول لك اعمل لي باراجراف بقى. يعني مثلا اقول لك بالنسبه للبروجكت بتاعك الفيجن انت عايز تشتغل في انهي فيلد، حددت. طيب اعمل لي بقى بروجرام او بروبوزل او باراجراف كده، اعمل لي سامري انت عايز تعمل ايه بالظبط، باراجراف ميشن. فانت حددت انت عاوز ايه، وبعدين اقول لك ايه، طيب ماشي انا برضه مش فاهمه وجهه نظرك، اعمل لي كده صفحه باراجراف انت هتشتغل ازاي، هتستخدم ايه. الميشن ده بتبقى تفصيل شويه الفيجن هنوصل لها ازاي. طبعا ليها ستيبس كتير جدا، وفي حاجات بتبقى نيوميريكال وحاجات ايكويشن لازم نحسبها عشان ما تبقاش الحاجه موضوع كده بالبركه، يعني في حاجات بتتحسب بطرق معينه. فهنا ده سبب كلمه استراتيجي، ان انا دلوقتي عينت على الفيجن دي خلاص، بس عليها احدد حجم مين، اعمل له انالايزنج للتشينج. نمبر 2 تقريبا نفس الكلام، انا عيني على الاسبيريشن او الابستراكت بتاع الاورجنايزيشن، وبس عليها حاجة واجب بقى عند الانفلويز والناس كلها الموجوده، والناس لو في حد مثلا محتاجه اغير ماشينز مثلا، بس عيني على مين؟ على الابستراكت نوتيشن اللي هي الحاجه اللي هي الفيجن اللي هي الحاجه الرئيسيه عندي. بروجكت وركينج هنبص كده على الستاتمنت دي. ماشي تمام، بس في حاجه بقول لك ايه، الوركينج في البروجكت عمالين نتكلم نظري، عايزين نعمل بروجكت الفلاني، فانا بتكلم لكن العمل في البروجكت بيتطلب ايه؟ هتخش ايه ديتيلز بقى شويه؟ الجزء التكنيكال هنعمله ازاي؟ هنستخدم ايه؟ محتاج سوفت وير معين؟ محتاج اتعلم حاجه معينه؟ هتخش ايه ديب في الحته؟ انا كنت عمالين نتكلم ورا، انا عايز اشتغل في الحته في البرانش الفلاني، لكن بدات في شغل هتخش ايه ديتيلز، حاجه تكنيكال بروسيجرز اللي هنشتغل بيها. بعد اذنك يا دكتور، الصوت مش واضح قوي، يعني تحس ان هو بعيد سنه. هو انا الجهاز عمال يخرج لي مسج ان هو في حاجه في الاوديو. طب انا لحظه واحده، انا بس اشوف حد من الموجودين بره لحظه. انا طلبت حد يا جماعه هيجي دلوقتي. ايه
حرام بستشرح وهو مش تمام، مش مستمعين. لحد دلوقتي حاجه فاهمين؟ عشان تعمل حاجة مفيدة لو انت عايز تفتح مشروع، نشوف بس انت عامل ايه. تقول ايه؟ يا جماعة أنا موقفة عشان طالبة حد من الموظفين فوق عشان يشوف لي موضوع الصوت، فأنا موقفة ومستنية. أنا مش بتكلم دلوقتي، سامعيني كده؟ أه سامعيني يا دكتور. طيب أنا موقفة عشان عمال يخرج لي مسج إن في مشكلة في الأوديو، فأنا طالبة موظف ومستنية، تمام؟ فأنا موقفة. أوكي مش مشكلة يا دكتور. طب أنتوا سامعيني أكمل ولا أعمل إيه؟ أنا سامعك يا دكتور، سامعك واضح جدا كمان. طب مش هستنى برضو دقيقتين معلش ابقى شويه ظلمت الناس الثانيه. اوكي. انا مثل حاطاه في بقي. علشان تعمل حاجه مفيده من الاخر، انت عايز تفتح مشروع اي حاجه في الدنيا. علشان تنجح لازم يكون انت حتى هتتميز عن حد تاني. بمعنى كان في فتره كده الموبايلز اللي موجوده منتشره كالسامسونج. صح؟ طيب وكان اكتساح. طيب اما حب منتج جديد يخش ينافس لازم يعمل ايه؟ يلعب على الدرو باك الحاجات اللي موجوده. خلاص؟ وخدوا بالكم في اعلانات كام شافه بتاعت اني موبايل ان هو بيعمل ايه؟ دايما مراكز كان حتى الممثل او في الاعلان يخش يدور على ايه؟ شاحن، مكان للشاحن. مش عارف في الاعلانات دي ولا لا. عشان مشكله كانت السامسونج انه في عنده اللونج الباتري لايف بتاعته قليله، فكان لعب على الحته دي. احنا عندنا اللايف تشارج بتاعنا عاليه طويله، فكان بيلعب على الحته دي. لكن هو لو دخل بنفس امكانيات السامسونج والباتري لايف بتاعته زي ما هي ما حدش هيسيب. وفعلا جت في الفتره دي مبيعات سامسونج نزلت، بس الناس تلجا للايه؟ انواع الثانيه. اتفهم؟ فانت دلوقتي عايز تعمل لانجوج جديده. اللغات مغرقه الدنيا، لازم تعمل ميزه. تشوف ايه الدروباكس في الحاجات الثانيه. وانت لما تيجي تعمل كريت واحده جديده تلعب على الحته دي. لكن انت لو عملت حاجه موجوده في السوق ما حدش هيبص لها اصلا. فاهم قصدي؟ شوف ايه الدروباكس في الحاجات الثانيه، اسهل طريقه. شوف ايه الدروباكس في الحاجات الثانيه واعملها، بس هي مش سهله. لان الجافا مثلا كل يوم بتتغير ومكتسحه. شغال داخله في كل حاجه. فمش سهله زي ما انت متخيلها. مثلا ظهر حاجه اسمها البايثون وجوليا والكلام ده كله. ميزتها انها اسهل من الجافا، انها عباره عن ايه؟ الكود كله على النت، انت كانك بالظبط اصل ولازم. كله مش محتاج تعمل كريت من اول وجديد. فالناس بدات تستخدمها. ظهرت حاجه اسمها الار دي بيستخدموها الحاجات لما يكون ليها علاقه حاجات ماثماتيكال قوي، بس طبعا مش زي قوه الجافا والسي. فكل واحد بيلعب على ايه المشكله في مثلا. كان عندنا مشكله في الجافا والحاجات دي كلها والسي، ان انت لازم الماتيك انت اللي تعملها بيلت من الاول لاخرها، وما تحب تعمل السورتنج والكلام. انت اللي بتصمم السورتنج اللي هو ترتبها وتجيب الماكسيمم وكده. لكن في حاجه زي الماتلاب والار والكلام ده كله، هو جاست انت بتدخل له المايلز هو اوتوماتيك وتنزل الفاكشن دي يجيب لك الماكسيمم. فلعبه انت بقى انا اسهل، اللي محتاج حاجه ماتماتيكالي انا اسهل.
فانت لما تيجي تكريت اي حاجه شوف انت ايه الاد فاليو اللي هتعمله. خلاص مثلا لو جيت لو في الشارع كله صيدليات انت عايز تفتح صيدليه مستحيل تبقى يعني لازم تدور هم كان عندهم مشكله في ايه. مثلا بيقفلوا 12 انا هفتح 24 ساعه. فاهم قصدي؟ لازم تدور على حاجه عشان تتميز عشان تنجح. وفي حتى عمال يكتب لي ولا انا بتهيأ لي ولا ايه؟ بتاخدوا مشاريع التخرج ولا لسه؟ لا بنت فيس يعني مثلا اول فيس تقريبا في فبراير بس لان الفكره ان هو طبعا بقى عندنا امتحاناتنا لسه مش السبت فالمفروض ان اول ثاني اسبوع فبراير بيقدموا اول فيس فبس طبعا الكارثه اللي حصل دي لسه علينا يعني امتحانات السبت طلبت لسه وطلوا اصلا لسه كانوا خدوا ايه شهرين قاعدين احنا ضد الاكسرسايز بتاعنا الصغيره لما نكون قاعد ولسه سخن ف الدنيا مش مظبوطه يلا ان شاء الله هنخلص وانت انتبه على اول ابريل رمضان هيخش مش عارفين اي حاجه اعتقد هي نظري بس انا كنت حاولت اقابل دكتور نبيل بس ما كانش موجود النهارده بس اعتقد لا بس هو الجزء العملي احنا على يعني مثلا النهارده المفروض الجزء العملي هتشوف فكره بروجكت ونتكلم فيها بس هي الماده هي بتبان لك انها نظري بس هي لا دي حاجه تطبق يعني فاهم قصدي مثلا فكره اللي هي استراتيجي ده كرسي كامل احنا كده بندرسه للطالب وجواه من ضمن الستبس بتاعته حاجات مثلا ماثماتيكال اللي بنحلها مثلا لو انت واجهت مشكله ايه انسب طريقه ليك تعمل كذا مفيش حاجه ماشيه بالبركه كده يعني ولو انت وصلت لمرحله الافلاس في عندنا بلين بلاد بلان ايه وبي وسي ودي وكلهم ماشيين على حاجات ماثماتيكال ورياضه وحسابات فاهم قصدي فالشركات كلها مش ماشيه بالبركه كده فاهم قصدي انا عايز ابدا طب سامعيني يا جماعه اكمل ولا لا اللي على زوم تمام سامعيني طيب انا هكمل بس كده لحد بس ما حدش يتاخر قوي تمام ايه فالفكره دلوقتي ان اي تغير ممكن بيحصل بيعتمد على الافراد الموجودين عندي البيهيفير بتاعهم ده بيكون سبب في نجاح الاوت كامز او الحاجات اللي هي بتكون اوت كامز اللي ممكن تيجي بتكون معتمد عليه. طيب هنبص على اول ستيتمنت كده معايا يعني ايه contemporary world. contemporary اللي هي الحاجات اللي هي الطوارئ او الطارئه او تمام طيب هنبص على الستيتمنت بتاعتها كده ونشوف من الاخر هو نفس الكلام تقريبا اللي احنا قلناه بيقول لي العالم فيه دايما في متغيرات بتحصل في حاجات كتير ممكن تحصل طوارئ ممكن تحصل فجاه وده اللي مثلا كلمه جلوباليزيشن اللي هي العولمه والحاجات دي كلها فلازم تكون انت تعرف تتواكب وتعرف تتاقلم مع اي تغير ممكن بيحصل عشان ده بيعمل لك تشالنج ان انت تنجح وتفضل موجود في السوق خلاص ولازم تكون عندك سرعه في رد فعل يعني ممكن مثلا ايه مثلا لو رد فعلك اتاخر مثلا على حسب الموقف اتاخر شويه ممكن يبقى دروباكس عالي فبرضه ايه لازم بحكي بقول لك ايه
جريدر سبيد يعني، والتغيرات بتحصل بسرعه، فلازم رد فعلك يكون ايه مواكب ليها. التغير عند الانوفيشن ار كلوزلي لينكد. هنبص كده على ستيتمنت 2. innovation يعني طيب ليه بيقول لي change وال innovation كلمتين قريبين من بعض او related لبعض؟ جايه من ناحيتين، ممكن اما ابتكر هغير، والتغير محتاج ايه؟ innovation، ابتكار. لو انت طرأ عليك موقف مفاجئ لازم تعمل ايه؟ تفكر في حلول. وساعات وساعات بنلجا لحاجات ايه بنسميها اوت اوف بوكس، حاجات بره الصندوق، افكار بره الصندوق. لازم يكون في ابتكار لحلول مختلفه. انوفيشن طيب ستيتمنت نمبر 3 مقصود جاي لو الشركه اللي انت شغال فيها تعرضت لمشكله معينه وانت عندك حلها، بس ساعتها الانوفيشن، بس الشركه رافضه اي تغير ممكن تعمل، واحنا حلوين كده، احنا كويسين كده، ابتكارك او الانوفيشن في الكيس دي هيكون مفيد؟ مثلا انا عندي مشكله دلوقتي في الجهاز، انا ما بحبش اغير جهازي، انا زي ما انا كده. في طالب طرح عليا طب ممكن تغيري في الاوبشنز دي هيصلح المشكله. لا انا بحب الجهاز زي ما هو كده. يبقى انت ابتكارك ورايك ملوش لازمه في الحاله دي. فلازم يكون من ناحيتين، في افراد بتقدم حاجات اوت اوف بوكس، وفي نفس الوقت انا سامحه لك ان انت هاخدهم واطبقهم، مش هسمع واركب. التشينج كان ايفوك سترونج ديفنس. ساعات التغير بيكون بيواجهه مقاومه، يعني زي ما بيقولوا ايه، مش قابل بالتغير. الديفنس اللي هو بيدافع، لا انا طب انا شيء طبيعي، حاجه بالفطره فينا. طب ما نجرب بالكيس الفلانيه دي بالوضع الحالي بدل ما نغير، وكده اصلا كان ممكن يتحل المشكله. لو انت مثلا قلت لك الجهاز بتاعك خلاص ده ما ينفعش، ده لازم يتغير كويس، طب ما نجرب كذا، طب مش عارفه ممكن الشريحه دي نغيرها تبقى كذا بدل كذا. فدايما عندك شيء طبيعي جوانا في ديفنس للتغير، ما بنسلمش بيه بسرعه. نمبر 2 لكن لو سلمنا دي وقبلنا بالتغير ده هيديني اوبورتيونيتي اكتر ان انا احسن واشتغل وانجح. ودايما يقول لك ايه، حتى في ان شاء الله تخرجوا وتشتغل خلي عندك فلكسبيليتي، مرونه، خلاص ان انت تكون قابل باي تغير ممكن بتحصل. جيت قلت لك اللغه اللي انت شغال بيها مش نافعه، يبقى علم نفسك، دور على حاجه ثانيه. امال ليه الناس بتتقل في السي في بتاعها؟ بتعمل ايه؟ بتاخد كورس اونلاين، بتحسن من نفسها. لا هو انا شهادتي كده وهشتغل بيها، خلاص اقعد بيها على جنب. يبقى القدره انك تغير من نفسك، القدره انك تحسن من نفسك. واحد يقول لي انا ما بحبش اذاكر، خلاص خليك زي ما انت. خلاص اعرف ناس كانوا خريجين كليات بسيطه جدا، خدوا كورس في حاجات الاونلاين والشهادات اللي هي انترناشونال، وما شاء الله اشتغلت في دلو عاد عامل في بريطانيا، خد شغلات من فرنسا. ما يبقوش يعني حابين يغيروا نفسهم، حسنوا من نفسهم وهكذا. اخر ستيتمنت معانا بتقول ايه؟ ادوا نفسك فرصه تقروها. الناس يا جماعه اللي علشان تشترك معانا عايزه ستيتمنت نمبر 3 المقصود بيها ايه؟
طب نقسمها لحتت، طيب عشان لو كبيرة عليكم نقسمها لحتت. طيب الناس اللي انا عايزه حد يوري، من الناس اللي على فهمي فاهمين استنيت نمبر 3. الصوت بيقولوا بيقطع وهو بيفرج لي المسج. انا ده الافضل ايه؟ انا صوت الافضل ايه؟ ممكن تجيب صوت يا شباب، سامعيني كده كويس؟ سامعك. الصوت كده واضح بيقطع ولا اي حاجه؟ لا مفيش حاجه. واضح واضح. طيب انا عايزه حد من على الزوم يقول لي ستيتمنت نمبر 3 المقصود بيه ايه. انا عايزه فهم بس مش اكتر. ها اول جزء منها ما حدش بيرد عليها خالص الحمد لله. التشينج طبعا طبعا هو بيأثر عليه، ممكن يكون بيأثر على بيرسونال، حاجه شخصيه، حاجه اجتماعيه في شغلنا. خلاص طيب من بعد بقى اللي وي ماي فايند تشينج، نفهم كده مع بعض. حد بيرد عليا؟ انا عايزاكم تشتركوا معانا نفهم مع بعض علشان الاستاد يفوت اللي المفروض تذاكروا منها مثلا. انا وانا بقى في اول الاخر من الاخر بقى هتكلم. التشنج افكت لما الميتنج قبله نعمله على محاضرتين. التشنج افكت اس والبريتيك طبعا هو اي تغير من الاخر بيأثر على سواء بقى على هل هو حاجه بيرسونالي على حاجه شخصيه على حاجه على حسب نوعه يعني. هل هو التغير له علاقه بالشغل ولا هو له علاقه بحاجه اجتماعيه او شخصيه؟ في 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 التاثير من حد للتاني بيختلف. في حد ممكن ان هو مش حابب ياخد التشالنج التغيير، والاستجابه بتاعتها بتختلف من شخص للتاني. ايه تاني؟ ليه بقى؟ لان ممكن التغيير ده يكون بيصاحبه زي ما بقول لك كده، لا اتعلم حاجات جديده. اعرف حاجات جديده، لازم تعمل تغيير جوهري عندك. فدايما هيبقى بالفطره عندنا بيقول لك ايه؟ انت مش قادر تتاقلم قوي مع التغير ده. دايما هو بالتكمله لشرح الجمله اللي قبلها. طيب هنيجي بقى للجزء بتاعنا هنا. انا عايزه اقفل دي. How do you feel about the change؟ هو احنا ما بيحصل اي تغير، معلش انا مضطره عشان المايك. هو ما بيحصل اي تغير، هو ايه اللي احنا بنحس بيه؟ وايه اللي المفروض نحس بيه؟ خلاص؟ طيب اول ستيتمنت المقصود بيها بتقول ايه؟ معلش ندي فرصه معلش عشان خاطر ربنا بس تبصوا عليه. ساعات بعض التغيرات بنبقى متوقعينها تمام، وفي حاجات بتبقى محدش متوقعها. خلاص طيب في تغيرات بيكون ليها consequence positive حاجه كويسه، وفي حاجات بيكون negative.
خلاص في تغير، بس قول طب مثلا في عندك مدير مش طايقه مشي، هو تغير صح ولا لا؟ وفي مدير انت بتحبه مشوه، تمام؟ ففي هنا الفكره في تغيرات بتكون انت متوقعينها وفي حاجات مش متوقعينها. الحاجه الثانيه في الفيدباك بتاعها ممكن يكون بوزيتيف وممكن يكون نيجاتيف، خلاص. طيب تمام. when a change is unwanted، طب لو التغير ده بيكون انت مش حابه، مش بترغبه زي ما بيقولوا، هتلاقي في جواك حاجه دراماتيك كده اللي بيقول لك عليه عمال بيرفض الواقع، خلاص، سواء في شغل في حياه شخصيه، في سبحان الله هتلاقي جوانا كده مقاومه، يعني سبحان الله. حتى لو قدر الله مثلا حد عرفت حد مثلا عنده تعبان شويه ويكون غالي عندك، يبقى جواك مش مصدق، يمكن التحليل غلط، يمكن الاشعه غلط، يبقى جوانا سبحان الله ربنا خلق فينا حاجه بترفض شويه التغير ده، مش زي ما يكون حاجه قدر الله نيجاتيف شويه. طيب دي مقدمه للي هنقوله دلوقتي. في حاجه عندي اسمها كابنج سايكل. كابنج اللي هي معناها التاقلم. طب ايه يعني سايكل سلسله التاقلم؟ الانسان بيمر بستيجز معينه ما بيحصل اي تغير، ده اللي احنا هنقوله في كابنج ايه سايكل. كلمه كابنج اللي هو التاقلم، انت ما بتتاقلمش مع التشنج مره واحده، بتعدي بيه خمس مراحل. اول مرحله عندي بسميها ايه؟ دانيال، اللي هي المقصود بيها ايه؟ معنى الحرف بتاع ايه؟ دانيال ايه؟ بينكر اساني في تغير حصل، زي بقول لك ايه، لا يمكن التحليل غلط، يمكن الاشعه غلط، طب ما نغير الدكتور، هو رافض اساسا المبدا. لو جيت لقدر احنا كل متفقين هو في تغير حلو، احنا مش بنتكلم فيه، بنتكلم في الحاجه النيجاتيف. بقول لك فلان مشي، المدير بتاعك مشي، لا يمكن اشاعه. في اول ستيب سبحان الله جوانا في ايه؟ انكار. تمام؟ هنبص كده على اللي هو كاتبه ده. Initial disbelief، مش بيصدق. Initially سبحان الله حاجه ده اول حاجه اول ايموشن بيطلع عند اللي هو مش مصدق. ومدي اكزامبل ليها، وي هاف اولويز دان ثينج ذيس واي، ده انا هكمل، ممكن تكون اشاعه. واي تشينج، وي ار ميكينج ا بروفيت ارنت واي، وي المقصود بيها وليه نغير؟ ما احنا بنكسب. بس خلي بالك ان انت لو ما غيرتش من البوليسي بتاعتك انت على اللونج ران، حتى انت الشهر ده بروفيت، عملت بروفيت، بس بعد كده ممكن تخسر. في ناس تقول لك بتبص تحت رجليها. Don't change a winning team، يعني ايه؟ ايه؟ هو في انكار وخلاص، مثلا التيم فيس بتاعي خلاص، او مفيش تغيير يعني، في وات ايفر الكيس. طبعا اكزامبلز بيقول لك ان هو رافض النتيجه. بص بقى اخر ستيتمنت. طب ما نحاول مثلا، اقول لك الجهاز باظ، طب ما مش عارفه ايه، طب خبط عليه يمكن يشتغل، صح ولا لا؟ لكن عمرك ما بتسلم بالامر الواقع ان هو جهاز بايظ ومش نافع، طب مش عارف اخبط عليه خبطتين انفخ فيه، صح؟ فيس 2 ديفنس، اول مره اول ستيب انكرنا، تاني حاجه ايه؟ ديفنس. احنا سلمنا ديفنس خلاص، عرفت ان هو خلاص، بس جواك حاجه بقى بالديفنس. ايه المقصود بيها؟ هنبص كده على الستيتمنت اللي جنبها.
بيوجع، بيوجد اي حاجه. لا اللي انت قلته دوت ما ينفعش يتطبق. محتاج شغل كتير جدا، محتاج اغير البلان اريا بتاعتي، محتاج ان انا اخش في كارير مختلف. هو راضي بالامر الواقع بس عمال يقاوم. بيدفنس لو بيدافع عن الايه؟ عدم التغير. نمبر 3 حاجه اسمها ديسكاردنج، يعني ايه؟ تقريبا ديسكاردنج يعني ايه؟ استسلم الامر الواقع. تمام؟ خلاص مفيش مفر. طيب هنكون موف اون، خلاص بقى اتحركنا من فكره عمال يدافع، خلاص امرنا لله. مفيش حلول تانية. طيب هنبص كده مثلا على الكيس اللي هو قايلها. حبيته ما حبيته، رضيت ما رضيتش، هو امر واقع. خلاص؟ فلازم تفكر في حلول. خلاص لازم تتأقلم معاه وتقابل معاه، يعني كومنت تو ات، يعني اللي هو خلاص تأقلم معاه وخلاص بأمر واقع بالنسبة. I was giving you that new machine a try and do you know. جهاز مثلا سي مثلا جهازي بايظ، فخلاص انت خلاص أمر واقع لازم تجيب ماشين تاني. مضطر انت تخش في جروب تاني او تعمل جوين لجروب تاني. خلاص امر واقع، الجروب اللي انت فيه مش نافع، اترفض من الكليه، لازم تخش في جروب تاني. خلاص نمبر 4، احنا قلنا اول مره ايه، اول ستيب اللي هي دانيال اللي هو انكر، قعد يدافع ديفنس. نمبر 3 ديسكارد اللي هو خلاص يعني استسلم. نمبر 4 ادابشن. ادابشن اللي هو بيحاول ان هو المعنى الحرفي، معلش مش عارفه ايه بالظبط، يعني هو بيعمل ابديشن لنفسه، اللي هو يعني معنى الحرف مش عارف اجيبه ايه. هوصل للتغيير ده ازاي؟ اتاقلم معاه ازاي؟ احسن من نفسي ازاي؟ هي جايه برده من كلمه ابديت، بحس يعني خلاص. اعدل ازاي؟ سواء هي حاجه ليها علاقه بالاكسبيرمنتال او الفيلينج، ذات واي فورورد. مثلا في اكزامبل هنا، وي ار ستيل تراينج تو جيت ذا نيو اكس تو ورك. يعني ايه؟ ما علينا، الاكزامبلز الموجوده هنبص عليها كده بس، في شوف فهمنا اللي احنا قلناه ولا لا؟ ما فهمناش واحد، نبص في الثاني، بلاش نقفل. ها تغيير، احنا بندرس بلاش نقفل دماغنا. خلاص بنقعد نجرب في حلول مختلفه لحد ما بنوصل حاجه اسمها فينجر اوت، اللي هو بنلاقي حل للمشكله دي. طب دي ما تنفعش، طب ما نبص لحاجه ثانيه، لا احنا محتاجين نغير الاجهزه، نجيب اجهزه احدث، محتاجين نجيب موظف متخصص في الموضوع ده. نمبر 5 يعني ايه كلمه انترلايزيشن؟ التطبيع. خلاص بقى عملنا تاقلم وتمام خلاص، وفكرنا في حلول بديله. خلاص انترلايزيشن اللي هو التطبيع، او اللي بيسميه ايه، مش لا عارف، اللي هو بدات خلاص في ستيب التغيير. احنا كنا عملنا خطا، بننكر مش عارفه ايه، وبعدين خلاص التطبيع هو التسليم وبتنفذي بقى. وات واز ذا فيوتشر، خلاص انت خلاص بتنفذي. طب ماشي، انا لو مشيت، انا انا انا, أنا لو قدرت بالكرنت ستيت فيوتشر هيكون ايه؟ بس تبداي تفكري بقى خلاص، كان انا مشيت على اول الطريق، ببص للستيب اللي بعده. هعمل ايه؟ انا خلاص رضيت بكذا، طب ماشي انا خلاص اوكي وي اوجدت حلول. طب الستيب اللي بعد، هل مثلا المصنع بتاعي ينفع يكمل بماشين واحده، ولا لازم افكر مثلا اعمل قرش اخد اجيب ماشين ثانيه؟ فهمتوا قصدي؟ فبيبدا ان هو طيب ايه النكست ستيب للكرنت ستيت؟ انت قبلت خلاص. ااا
محتاج تخش في جروب تاني، محتاج تشوف كاستمرز وهكذا. عايز اجيب الحوار لموضوع الكاستمر ده. ساعات احنا بناخد الفيدباك هنعمل ايه من الزباين الكاستمرز. ساعات مثلا اقول لك ايه، حتى ما طلعت هتلاقيها موجوده هنا، اديني الفيدباك بتاعك مثلا عن الدكتور الفلاني، انتوا بالنسبه لي كاستمر، هل بقى هتعاقد معاه تاني ولا مشي؟ فساعات انا الستيب اللي جايه باخدها من مين؟ من الكاستمر. ساعات مثلا سي حتى لو احنا في اي ريستوران تلاقي كده المدير جاي يقول لك ايه رايك، ايه رايك في الاكل، في اي كومنت، في مش عارفه مثلا، اقول له مثلا الاكل اتاخر قوي، طب لا مش دي مش هتتكرر تاني، وكاني انا عرفت في الستيب الجايه يبقى انا لازم مثلا اجيب اكتر من طباخ جوه عشان اسرع ما حدش يتاخر على الناس. انا خدت الفيدباك مين اللي هعمله الستيب الجايه من مين؟ من الكاستمر. طبعا باختلاف كلمه كاستمر، سواء ممكن تكون طالب، بالنسبه لي ده كاستمر على حسب. فهمنا؟ يبقى في عندي كابنج سايكل بتنقسم لخمسه ستيب. اول حاجه ان هو انكر، بيقعد شويه في مرحله الانكار، وبعدين بيبدا ان هو بيدافع كمان عن الانكار ده بالتغير اللي ممكن يحصل، وبعدين بيسلم الامر الواقع. سلم الستيب اللي بعديها بتيجي ايه؟ طب اعمل ايه عشان اتواكب مع التشينج؟ خلاص؟ طيب نيجي لستيب نمبر 5، بيعمل ايه؟ التطبيع. خلاص سلم امره لله، خلاص ان انت خلاص قبلت، انت حاليا في كارنت ستيت. طب النكست ستيب هتبقى ايه؟ هل هكتفي باللي عندي ولا اجيب حاجه ثانيه؟ يعني امشي نفسي بيها اول مرحله وبعدين اجيب حاجه ثانيه، ولا دي كفايه عليا؟ وهكذا. هنا مديني شكل كده فيجر، عامل كومباريزون بين التايم وبين البرفورمانس. فهنا مديني مثلا بص على اللي هو الدوتد لاين ده اللي هو اللي بيقصد بيها البرفورمانس. احنا اول ما التغير حصل ايه؟ البرفورمانس عمال ينزل، انا ما بعملش حاجه، انا عمال انكر، عمال اقاوم، دخلت في الديفنس، عمال اقاوم، سلمت بس لسه ما عملتش حاجه اللي هي فيز 3. هيبدا الكيرف يطلع امتى؟ البرفورمانس اللي هو الاداء بتاعي، اما ابدا ان انا افكر في حلول لحد ما اوصل اللي هو ايه؟ ده انا نفذت وبفكر في النكست ستيب. السيلف استيم اللي هو الاعتماد على النفس، او المعنى الحرفي بتاع ايه؟ العزيمه. هنا نفس الجراف، بس هنا عامله على حاجه ثانيه. اما كنت ان انا في الاول برضو مخضوض شويه، فبدا ان انا ايه؟ الكيرف عمال ينزل، ما عنديش اي عزيمه، مش بقاوم. بدات اقاوم امتى هنا؟ بس هنا ايه؟ بدا يطلع في بوينت مختلفه عن مين؟ عن البرفورمانس. فالعزيمه بتسبق مين؟ البرفورمانس. بدا ان هو يطلع هنا فين؟ بدر شويه. ساعات العزيمه اللي جوانا او الاراده بتفرق معانا في البرفورمانس، هي اللي بتدي له انيشال عشان هو يكمل وهكذا. طيب لسه مكملين، ازاي لما يحصل تغير احس بايه واعمل ايه؟ اول ستيتمنت المقصود بيها ايه؟ مش احنا قلنا اخر فيز معانا في الكابنج سايكل كانت ايه؟ التطبيع والتسليم، واحنا خلاص في الكرنت ستيت بنفكر في الستيب اللي جايه ايه. طيب في حد يقول لي ايه؟ انا راضي بالامر الواقع، انا راضي بالكيس اللي وصلت له، الحمد لله وعلى كده. في حد يكون عنده طموح يقول لك انا عايز احسن من نفسي، خلاص
الحمد لله ان انا بدات انجح. لا انا طب انا عايزه انجح اكتر، انا مش عايزه انجح، انا عايزه انافس بالظبط، ممكن عايزه ازود بروفيت. الحمد لله انا غطيت التكلفه. واحد يقول لك لا ده مش عايزه اغطي التكلفه، ده انا عايزه اكسب. بدل ما بكسب 10,000 انا عايزه اكسب 100,000 صافي ربح. فهمت قصدي؟ في فرق، في مش بس تبقوا عارفين في فرق عندي من غطيت التكلفه والربح. مثلا قلت لك ان انا كلفت المشروع بتاعي 100,000، الريترن جالي 110. اقول لك انت كسبت كام؟ ما تقوليش ال 110. الفرق انت صارف عليه 100,000 جالك كام؟ 110. يبقى صافي الربح بالنسبه لك ايه؟ الفرق ال 10. واحد تاني يقول لي الحمد لله انا غطيت التكلفه. انت حر، تختلف من شخص للتاني، ودي بتحدد النكست ستيب بتاعي. مش بدايه ونهايه، هو هنا 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 كنا دي هنا الاكزامبل. بس اللي احنا بنتكلم فيه ان انا في تغير حصل، فانت خلاص قبلنا بيه وبدانا فعلا ننفذ نغير من نفسنا. في واحد وانس ان هو بدا في التغيير خلاص انا عايز افضل على نفس الستيب اللي واقف عليه. واحد يقول لي لا انا مش مكتفي، انا عايز احسن، انا قبلت بالتغيير بس عايز احسن من نفسي. خلاص دي هنا الفرق. تمام. عم بص على الستيتمنت نمبر 2، عم بص عليها كده. فترة لما كنت انا بنك حصل انكار للتغير اللي حصل وعمالة ادافع والكلام ده كله، هل الفترة دي كويسة؟ انت بقى عندك ايه؟ انستابيليتي اللي احنا شفناها في الفيجر اللي فاتت، البرفورمانس عمال ينقص، ادائي عمال يقل، انت عمال تنكر. خلاص طيب، فدي بسميها البيرك، بسميها انستابيليتي. انت هنا مش مستقر، ودي بتاثر للاسف لو طولت معاك قوي هتعمل نيجاتيف افكت. حتى اقول لك ايه يعني، ما تستسلمش قوي للحاجات اللي هي نيجاتيف افكت، قاوم. استسلم زياده عن اللزوم انت كده غلط. مثلا لا قدر الله جبت في امتحان سقطت فيه، خلاص طيب ما تفضلش عايش بقى في الجو ده كتير. اللي حصل حصل، ابدا بص في الحاجات التانيه. طب هنجح ازاي؟ طب ايه المشكله اللي كانت فيا؟ بلاش نستسلم او للنيجاتيف افكت اللي ممكن بتحصل او الكامز اللي ممكن بتحصل، عشان هتاثر على مش التاثير مش هيكون مثلا سيب نسبه 40% ياثر لو طولت فيها ممكن تاثر على كل حاجه. في ناس للاسف دومينيت اللي هي بتسيطر او مسيطره. هنا المعنى بتاعها، في ناس للاسف عشان مثلا سقطوا في كام ماده او حاجه او جابوا درجات مش كويسه، مش عايز اقول لكم اثرت جدا على البرفورمانس بتاعهم، هم غيروا كله. انت ما تستسلمش قوي الحاجات النيجاتيف. كلنا واجهنا فشل في حياتنا، فلازم نكفر ده. ابص كده على اول ستيتمنت. احنا قلناها من ضمن كلامنا، انت خلاص المفروض انت بتعمل كفرنج للشعور السلبي عشان تعرف تحل المشكله بتاعتك، وتعرف ان انت فعلا تحقق سواء درجات، نجاحات، فلوس. للاسف التغير هنا بيعتمد على الليدر الموجوده في المكان. في بعض الناس وبعض الشركات وللاسف مش بتكمل، هي بتعرف ان التغير اللي ضروري بس مش هاخده. المكان قديم ولازم يتغير عشان نحسن من البرفورمانس بتاعنا، بس مش هغيره. في ناس للاسف بتبقى عارفه ان هي لازم تغير من نفسها بس مش عايزه تعمل.
ضروري لازم نغير نفسنا، لازم اغير من مثلا سيت طريقه المذاكره بتاعتي، بس للاسف هي مش عايز نغير، دي مشكله تانية. قربنا ما تقلقوش. احنا لسه مكملين في how to you feel about the change. The metaphor of undertaking in the January. لو في تغيير حصل كأنك بتاخد January، ايه الحاجات اللي ممكن اغيرها بالنسبة للأفراد وبالنسبة للorganization؟ هل ممكن يكون في تغير مثلا غير موظفين ولا الإدارة نفسها غلط؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن نواجهها؟ التغير الجانري دي بتعتمد على اكتر من حاجة، قلتها وانا بتكلم في الاول. اول حاجة الستارتنج بوينت، بمعنى فاكرين ما قلت لكم ايه؟ حدد الفيجن بتاعت المشروع بتاعك. هو انت هتعمل مشروع التخرج بتاعك في ايه؟ قول لي توبيك، قول لي تايتل، بسميها الستارتنج بوينت او بسميها الفيجن، صح ولا لا؟ ينفع تقول لي هتعمل ايه في المشروع من غير ما تحدد تايتل؟ حتى بالنسبة عندنا لرسائل الماجستير والدكتوراه، لازم أقول للطالب بتاعي هو أنت هتشتغل في أنهي برانش؟ قول لي تايتل، وبعدين هقول له اعمل لي بلان ليها أو اعمل لي بروبوزال ليها. خلاص؟ ستارتنج بوينت أو بسميها الفيجن أو بسميها المين جول عندي. نمبر 2 أول بيربس أو الميشن اللي قلت لكم عليها، هوصل له إزاي؟ أنت قلت لي هتشتغل في كذا، التوبيك كذا. اقول لك اعمل لي ميشن باراجراف كده وضح لي هتشتغلوا ازاي، سمري هتشتغلوا ازاي، هتستخدم اني لانجوج، سمري بسيط بس يفسر لي الفيجن بتاعك. نمبر 3 ان ايديا اوف وير وي نيد تو بي. خلاص انا هحتاج اكويبمنت ايه عشان انفذ؟ هل جهازي الحالي ينفع انفذ بيه البروجكت مشروع التخرج ولا محتاج اغير حاجه فيه؟ مش قصدي عليك، انا بتكلم ان جنرال. خلاص، فهنا هل محتاج حاجه تانية ولا لا؟ وكانها ستيب ورا بعضها، ما ينفعش حد يسبق الثاني. حددت انت المين تارجت بتاعك، سمري كده تخيل هتوصل له ازاي. طب محتاج اكويبمنت ايه معينه او محتاج تفاصيل شويه معينه. نمبر 4 لو انت عندك امتحان في الجامعه، خلاص، وانت متربس دماغك ان انت هتنزل من البيت هتركب المواصله الفلانيه، خلاص انت المين تارجت مين؟ عايز انا لازم اروح الجامعه النهارده في امتحان على الساعه 9 لازم اكون في الجامعه. ده مين؟ الستارتنج بوينت، المين تارجت عندي. طيب لو انت متربس دماغك انا هنزل اركب الاتوبيس اللي برقم الفلاني، جيت لقيت الشارع واقف ومفيش اتوبيسات استنجد، هتفضل واقف مستني لبكره الاتوبيس؟ مش هتوصل الجامعة. لو انت ما قبلتش بالتغيير ده لازم يكون عندك بلان. طب انا هركب المترو، طب انا هاخد ميكروباص للمكان الفلاني وبعدين هغير، لازم يكون عندك الترناتيفز، عندك بدائل، صح ولا لا؟ يبقى عندي بلان اي او بي او سي. انا ممكن اوصل الجامعة عن طريق اكس او واي او زد، انا بفضل ايه؟ بس لو ما نفعتش اجرب بي وسي. لو انت عايز توصل، لو انت مش عايز توصل تروح مروح، صح ولا لا؟ يبقى بنحدد المين تارجت بتاعنا وبيزد عليه بنحدد البدائل، ولازم تحدد بدائل ريليتد لمين؟ اللي انت عايزه. يعني ايه؟ بتشوف بدائل انا ممكن اوصل للجامعه ازاي؟ خلاص، يعني ايه ريليتد للتارجت؟ مثلا هنا في الشروق انا ممكن اخد الميكروباص من السلام ومن السلام للجامعه، عشان كده بقول لك ايه ريليتد. ما تجيش تقول لي هركب طياره مش بتفهم. حاجه ابليكابل، حاجه ريليتد للكيس بتاعتنا. تمام، انا هاخد باص الجامعه، باص الجامعه اخر باص مثلا الساعه 9 الصبح، الساعه ما بين الساعه 12، ف مش اوبشن اصلا، شيله وهكذا، معناه ان هو ريليتد للكيس بتاعتنا. يعني ايه ايجنت؟
الليدرز اند الايجنتس. ايه اللي هم الليدرز الموجودين عنده والايجنت او العملاء او الحاجه، هم الاثنين بيكونوا يعني ليهم علاقه بان يحصل التغير ده وان هو فعلا يتنفذ. زي ما قلت لك انا خدت الفيدباك من الكاستمرز بتوعي. خلاص طيب هنبص على ستيتمنت 2 كده. هو كلام احنا قلناه تقريبا قبل كده. مش شايف في حاجه جديده يعني. بيقول لي دايما طبعا يكون في الاول او ما بيحصل تشنج بيكون في انكار وبعدين بيستلم امر الواقع وهكذا، ومدي اكزامبل ليها. بعد كده كولبريت ليفل زير ار بيناليتي اوف اكزامبلز اوف اورجانيزيشن ذات هاف بي فيل تو تشنج. ايه المقصود باخر ستيتمنت؟ بص عليها كده. هو اللي قبل بالتغير زي اللي ما قبلش؟ اكيد اللي ما قبلش بالتغير ده هيفشل بعد كده، مش هيكمل في السوق مثلا، هو شركه او مصنع مش هيكمل. فشيء طبيعي ان هو اللي قبل بالتغير وتواكب معاه غير اللي ما قبلش. في مثلا مجال معين خلاص ما بقاش مطلوب في السوق، جديد بالامر الواقع، اقعد في بيتك واشتغل اي حاجه، لكن انا حسنت من نفسي، خدت كورس، خدت الكلام ده كله، هشتغل. On the other hand, the change can create a sense of liberation. طب أما أقابل بالتغيير ده هيحصل حاجة؟ هيعمل لي contribution، هيعمل لي add value، هيحس حتى لو كان بس مجرد حفظت مكاني في السوق يبقى الحمد لله. لو فضلت الشركة بتاعتي مفتوحة بالنسبة لي contribution، ما فلستش وقفلتها. لو بالنسبه للمشروع التخرج بتاعنا ما غيرتش البرانش بعد ما اشتغلت فيه كام شهر. خلاص في ساعات في مثلا عندنا رساله، في عندنا رساله ماجستير ودكتوراه بيطالب بيشتغل فيها فتره حوالي سنه، حصلت مشكله مش عارف يطبق فبيغير البرانش خالص وبتبقى ضاع عليه كل مجهوده والفتره اللي فاتت. خلاص لكن لو عرف يوجد حلول وكمل احسن له لو شغال فيها بقاله فتره. صح ولا لا؟ السلف استم احنا قلناها قبل كده. طبعا بتفرق العزيمه، بتفرق في البرفورمانس بتاعي. انا عايزه افضل موجود في السوق، عايزه انجح، دي بتفرق في البرفورمانس بتاعي. طيب قررنا نخلص الجزء ما تقلقوش يعني. الحاجات اللي هي بيكون بيرسبشنز اللي هي عواقب التشنج او لو احنا ما عملناش يعني ممكن اخسر شغلي. بي سايد لاين يعني ممكن تريكن او حاجه ما بقاش لسه موجود في السوق او حاجه يعني. هاف تو ورك ويز نيو بيبل اي دونت نو اور دونت لايك، انا مضطر اشتغل مع ناس ما بحبهمش او ما اعرفهمش. الاكزامبلز كلها خلاص. ايه يعني مثلا ايه المفروض اخد كورس وحاسب من الناس، فعش افضل زي ما انا. اغير اللوكيشن او اغير الشركه اللي فيها، الشركه اللي عندي ما تنفعش. مضطر اقبل بحاجات ما كنتش بقبل بيها قبل كده. بيتكلم على الموظفين، طبعا لازم يكون في تغير في مع الوقت. في يا جماعه اشوفكم على اسلوب كام سلايد عشان بس محدش يبقى متضايق. انا فات 2 سلايد وكلام حاسس ان قلناه قبل كده. ما شفت رونا خلاص موجود على 2 على حسب السكادول، هتاكد برده دلوقتي. لازم الامبلويز اللي عندي يكونوا ابليكابل او ان هم يكونوا عندهم فلكسبيليتي لاي تغير ممكن بس او اي حاجه انسرتن ممكن بتحصل.
لازم، وزي ما قلنا لازم اشجع الموظف بتاعي ان هو يقول رايه في حاجه معينه، واني فعلا اخد برايه. لسه فيها كتير، بس هو يعني هو الجزء ده عن الاتشينج. لا لسه في استراتيجي، ولسه بقول لكم عليها بتاعت الفيجن والميشن والكلام ده. ايه؟ كنت عايزه اقول دكتور نبيل النهارده بس ما لقيتوش. هعرف ان شاء الله اقول لكم على المره الجايه باذن الله. عايزين كويز؟ انا جاهزه. هنا هنا برضو المقصود ان احنا برضو لازم، يعني هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، ان انت تكون ابليكابل لاي تغير ممكن بتحصل، يكون عندك القدره لكده. بس يعني ما فيش حاجه زي ممكن اقولها. المفروض نكمل الجزء ده المره الجايه اللي هو انواع التغير بقى. ده يعني معناه زهقان مني وانا امشي. ماشي الحمد لله كل حال فعلا. هبص بس خليكم لحظه واحده بس نتاكد من حاجه. ورقه بالغياب عشان احنا لسه مش هنمشي، لسه هنقعد نتكلم عشان نكمل يعني. ورقه بعد اذنكم عشان لسه الغياب ما طبعش. معكوش جايين من غير ورقه؟ زي ما احنا شايفين هنا كده اهي الكالندر. نبص على الكالندر مع بعض قبل ما تكتبوا الغياب. شابتر 1 هيبقى على اسبوعين. يا مضطرة اوقف، انا مش عايزة اوقف. طيب المفروض بس ناخد بس الغياب كده وبعدين نتكلم في موضوع البروجكت. من اللي احنا النهارده قلناه ممكن استفيد ازاي منه في البروجكت بتاعنا؟ انا مش سامعاك خالص. برافو عليك. ايه؟ ايه برافو عليك. اسمك ايه؟ بصي هو في فرق بين الوقت الزمني اللي هو جدول زمني وبين البدائل اللي انا قلت لك عليه. البدائل اللي هي حاجات التولز اللي هتستخدميها عشان توصلي اللي انت عاوزاه. جدول زمني اللي انت تقولي انا في الفتره الفلانيه اول شهر انا هقرا، ثاني شهر انا هعمل كذا، ثالث شهر انا هعمل كذا. فبس عشان اوضح لك الفرق للامانه بين التايم تايم بلان وبين التولز او البدائل. بس مثلا لو انا على اكزامبل المواصلات اقول لك ايه؟ انا لو عدى الساعه 9 وربع الباص ما جاش انا لازم اتحرك اغير. فعملت لنفسي تايم ايه بلان. طيب تخش هنا بقى بلان ايه وبي وسي. فهمت؟ بس ده مختلف عنده. طيب المفروض انا مثلا كنت بعمل ايه عندي في الطلبه بتوعي؟ بخليهم يختاروا فكره مشروع فروم سكراتش، اي حاجه ممكن تختارها تيجي على بالك، وبخليهم يعملوا لي كل حاجه فيه. فيجن ميشن، يعملوا لي ميزانيه كل ما تتخيل. لا ما لا مش 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 دي كنت يعني انا حاجه عندنا في الكليه. فكنت بخليهم يخشوا في المشروع بكل تفاصيل. محتاج كام موظف لو انت هتفتح شركه،
وبخلي بقى دماغهم تفتح بقى. لو انت حابب مثلا، انا مش بشتغل مشروع التخرج يا ماما، وخلي مثلا دماغهم تفتح مثلا في اي حاجه انت نفسك فيها. في واحد طالب بيقول لي نفسي افتح مطعم. يا سلام. فكنت بخليهم اللي هي يعني عارفه اللي هو بريل ستورم، اللي هو يعني اي يعني اللي هو يعني بيوصل لل بيكون كرييتيف لاقصى ممكن تتخيله يعني. وبخليهم يخشوا في تفاصيل بقى انه الميزانيه تحتاج مساحه قد ايه، هتاجر ان شاء الله في اليوم. فبتخلي دماغهم طبعا في الاول بتخضوا، بس لما ماشيين ستيبس يعني بتبقى موظفين ماشيين ازاي الاقسام في الشقه عندك عباره عن ايه كده. ايه كلهم الدرجات والله زي في الجراف في الاول زي ما قلت في مقاومه، مين بيستسلموا والله بيطلعوا شويه افكار عمري كنت تخيلها. انا في مشاريع مستفزه بقى لحد دلوقتي. حضرتك الكريمه كنت بنفع على هنلاقي في الاخر. الله المستعان، الله المستعان. يعني في الاخر بنتعب. الله نعرف بس نظام الكرسي ايه. والله المستعان ان شاء الله. الورقة يا جماعة في ورقة طلعت مستنية ايه؟ هو من يتكلم كده؟ انتوا جايين من غير ورقة وقلم؟ وعايزين تنجحوا؟ انسوا. لا 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 دي أول امبريشن مش حلو. لا 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 كده خلاص. أنا معيش ورقة طبعا خلاص هكتب من اسم الطلبة اللي عندي. الجروب الأولاني يا نهار أبيض. طب آخد بقى بتوع زوم الأول. عقابة ليك. الناس بس اللي معايا على زوم بعد كده اخد الغياب، حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ الناس اللي معانا على زوم حد عنده اي سؤال؟